انتهاء الجلسة الأولى في اليوم الثاني من المحادثات السداسية في الخرطوم بشأن سد النهضة الإثيوبي. شريف إسماعيل يوجه بتشكيل مجموعة عمل وزارية لتطوير ووضع برامج سياحية متكاملة. نعم، لقد تحررت مدينة الرمادي. الجيش العراقي يعلن تحرير مدينة الرمادي بالكامل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. مقتل 32 شخصا وإصابة العشرات في تفجيرين بحمص بوسط سوريا، وإتمام عملية إجلاء متبادل بين حكومة دمشق والمعارضة. تحية لكم مشاهدينا الكرام، الرابعة مساء في القاهرة، بانوراما النيل، تغطية إخبارية شاملة. مرحبا بكم. استأنف وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاتين في الخرطوم بشأن سد النهضة الإثيوبي، وانتهت الجلسة الأولى من الاجتماعات على أن تعقد جلسة أخرى خلال فترة المساء. ويناقش الاجتماع النقاط العالقة، ومنها اختيار المكتب الاستشاري البديل لمكتب دلتا راس الهولندي المنسحب، وحسب مصادر توافق وزراء الدول الثلاث بشكل مبدئي على اختيار المكتب الذي سيقوم بتنفيذ الدراسات الفنية، مشيرة إلى أنه قد يكون مكتب أرتيليا الفرنسي مع مكتب بي آر إل الفرنسي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم خالد هاشم مراسل النيل هناك. خالد، كيف يسير اليوم الثاني والأخير من أعمال اللجنة السداسية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي؟ من خلال تواجدنا هنا في مقر المفاوضات، نعم. هذه المفاوضات الجارية التي انطلق يومها الثاني منذ الصباح، واستمرت الجلسة الأولى حتى حوالي الساعة الواحدة ظهرا، ثم رفعت وتم استئناف المفاوضات في تمام الساعة 4:30 بتوقيت الخرطوم، 3:30 بتوقيت القاهرة. ونحن نرى أن الاجتماعات تجري على المسارين الفني والفني وبين وزراء الخارجية. الجانب الفني أو الوفود الفنية كانت تجتمع منفردة، وكانت هناك لاحظنا أن هناك حركة من وزراء الري دخولا وخروجا من داخل ساعة المفاوضات. يبدو أن هناك جملة من المقترحات تنقل بين الأطراف الثلاثة. وزير الخارجيه السوداني ابراهيم غندور تنقل بين وزيري الخارجيه النظري الافريقي والمصري، وايضا كان يدخل الى قاعه المفاوضات التي يتفاوض فيها من قبل الوفود الفنيه الثلاث. لا استطيع ان اقصد هناك، يعني ربما يكون هناك تمديد لهذه الدوله من المفاوضات، او ترفع ويتم وتعقد جلسه اخرى من المفاوضات في غضون اسبوعين. انا اعتقد ان هذه وفق الشواهد الماسية لحد الان وتصريحات مصادر دبلوماسيه ان هذه الدوله سترفع، وستكون هناك دول اخرى من المفاوضات في غضون الاسبوعين القادمين. نعم. خالد، متى من المقرر ان يصدر البيان الختامي في ختام اعمال اللجنه السداسيه؟ وحسب ما هو معلن فان هذا اليوم هو الاخير من هذه المحادثات الثلاثيه المشتركه، ولكن حتى الان لم يتم تحديد الوقت في وقت اطار البيان الختامي او انهاء هذه المحادثات. وكما قلت فانه ربما يخرج بيان ختامي من السيد وزير الخارجيه السوداني يعلن فيه نتائج هذه المفاوضات او تمديدها واستئنافها بعد اسبوعين من الان، وفق ما نقلت لنا مصادر دبلوماسيه. نعم، من الخرطوم خالد هاشم مراسل النيل، شكرا جزيلا لك. عقد رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل اجتماعا بوزراء الطيران والداخليه والسياحه والنقل ورئيس هيئه قناه السويس لبحث النهوض بقطاع السياحه. وناقش الاجتماع العرض الخاص باحدى الشركات العالميه لتنظيم جولات سياحيه للمقاصد والمدن الرئيسيه في الدول الواقعه على ساحل البحر المتوسط. وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعه عمل وزاريه لوضع برامج سياحيه متكامله وتوفير الجوانب اللوجستيه اللازمه لنقل السياح من الموانئ الى المزارات في كافة ربوع مصر.
التقى رئيس الوزراء كل من وزراء الإسكان والآثار والنقل في إطار متابعة عمل الوزارات. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل إجراءات الأمن والسلامة في كافة القطاعات ووضع مواعيد مضبوطة للعمل في كافة المشروعات الجاري تنفيذها، مع الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. رأس رئيس الوزراء شريف إسماعيل اجتماعا لمجلس إدارة صندوق تحيا مصر بحضور وزراء التخطيط والتموين والتضامن والاستثمار وأمين عام الصندوق. ووجه إسماعيل بالضرورة المتابعة الدائمة لمشروع صندوق تحيا مصر لضمان استمراريته وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وأيضا ضرورة الإعلان عن إنجازات الصندوق بعد عام من تأسيسه بما يساعد في دعم المشروعات التي ينفذها. أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر الانتهاء من إضافة نحو 7000 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء خلال عام 2015. وأوضح شاكر أن هذا الكم من القدرات هو الأول الذي يتم إنجازه في هذه المدة القياسية، وقال إن تكلفة هذه القدرة بلغت 38 مليار جنيه. للحديث عن استراتيجية وزارة الكهرباء خلال المرحلة القادمة، عقد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر مؤتمرا صحفيا تم خلاله الإعلان عن إضافة 6882 ميجاوات للشبكة القومية خلال عام 2015، مؤكدا أن هذا الكم من القدرات هو الأول في تاريخ الوزارة. النهاردة 6882 ميجا فعلا دخلوا على الشبكة خلال عام 2015، فاحنا وعدنا بهذا الامر وكان في نوع من التعود. يمكن دي اول مره يبقى هذا القدر من الاستثمارات يقدر يدخل على شبكه في عام واحد. الاستثمارات اللي كانت موجوده في الكلام ده تقريبا في حدود 38.5 مليار جنيه. الوزير اشار ايضا الى قيام الوزاره بتنويع المنتج من الكهرباء من خلال الاعتماد على طاقه الشمس والرياح، حيث تستهدف الوزاره ان تكون نسبه الطاقه الجديده 20% بحلول عام 2022. واضاف الوزير الى ان العرض الروسي لانشاء 4 محطات توليد من الطاقه النوويه في الضبعه يعد افضل العروض من الناحيه الماليه. كان اكثر عروض جايلنا بجديه اكثر وفيها دراسات اكثر، واكثر عروض في النهايه ادت الى المتطلبات المصريه كان من الناحيه ومن الناحية التمويلية ومن الناحية السعرية كان العرض الروسي. وفيما يتعلق بالاتفاقية مع شركة سيمنز الألمانية، أشار الوزير إلى أن الاتفاق ينص على إنشاء 3 محطات هي بنسويف والبرولوس والعاصمة الإدارية الجديدة. احنا وقعنا مجموعة من الاتفاقيات زي ما حضرتك عارفين مع سيمنز في 3 محطات التبرتهم النهائية 14400 ميجا. عملنا مع بنش مارك برضو وقعنا مذكرات تفاهم بمحطة نتوبة في 2300 ميجا، برضو محطة غرب دمياط مع تحالف شركتي أكوا ومصدر 2200 ميجا. وفيما يخص سياسات تسعير الكهرباء، أوضح الوزير أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات الصينية على توريد 10 مليون عداد ذكي، تم تركيب منهم 3 ملايين عداد كمرحلة أولى. أشرف إبراهيم، النيل. طلب أهالي محافظة الشرقية المحافظة الجديد بمتابعة مواقع العمل ومراقبة نشاط المحليات للارتقاء بالخدمات في المحافظة. وفي تصريحات خاصة للنيل، طلب أهالي الشرقية بتدشين مشروعات جديدة لخلق فرص عمل للشباب. بس ينزل يشوف مواقع العمل، يبدأ يتابع بالنسبة للمحليات والنظام اللي بيحصل. نشيل اللي موجود ونجيب واحد تاني جديد، ان هو يعني احنا مطلوب مننا، احنا مش همنا الشخصيه نفسها، احنا همنا ان البلد تتصرف يعني وتبقى كويسه. في مشاكل كتير البلد يعني في عشوائيات كتير، فيها حاجات كتير بايظه. وبالنسبه لي انا مشكلتي كمشكله اي شاب من الشباب، مفيش شغل، مفيش وظايف، مفيش مشاريع احنا قادرين نعملها. أعلن الجيش العراقي اليوم تحرير مدينة الرمادي بالكامل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. تأتي هذه الخطوة بعد نجاح القوات الحكومية في إزالة القنابل والألغام من محيط المجمع الحكومي وسط مدينة الرمادي عقب فرار عناصر داعش منه، وهو آخر معقل التنظيم بالمدينة. نعم، لقد تحررت مدينة الرمادي، ورفعت القوات المسلحة من رجال جهاز مكافحة الإرهاب الأبطال العلم العراقي فوق المجمع الحكومي بالأنبار، ليرفرف شامخا ليسمو الوطن وليكتب تاريخ جديد.
لأن الحق معنا ولأننا ندافع عن كرامتنا وأرضنا، وستحرر بإذن الله باقي المدن المستلبة كما تحررت جرف النصر وآمرلي والضلوعية وتكريت وبيجي. وللمزيد من التغطية والمتابعة معنا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد مراسلنا تحسين طه. تحسين، ما تطورات الوضع الميداني لديك، وهل تحرير الرمادي كان مسألة يسيرة ربما لم يتخلف منها خسائر بشرية كثيرة من المدنيين ومن الجيش العراقي، أم كيف تصف لنا الصورة على أي حال؟ نعم، أنا بك زميلي. حقيقة القوات الأمنية العراقية تمكنت من إنهاء الصفحة الثالثة لتحرير هذه المدينة والسيطرة عليها بالكامل وإعلانها بشكل رسمي وعلى لسان القيادة العامة للقوات المشتركة بأنها مدينة محررة. وهذه العملية كانت عملية نوعية وكبيرة لأنها حسمت في غضون 3 أيام فقط، وكانت نتائجها كبيرة جدا، وخسائر الجماعات المسلحة 15 إرهابي كانت كبيرة جدا أيضا، وأسفرت عن نتائج إيجابية وأيضا حققت الأهداف بشكل مرسوم ومحدد، وأيضا لم تسفر عن خسائر كبيرة في المدنيين أو حتى القوات الأمنية العراقية، على العكس بل أنها دخلت المدينة بوفق ما خطط له ومن 3 محاور، وانتهت العملية بشكل رسمي، والخسائر لم تكن هناك خسائر كبيرة بصفوف القوات الأمنية أو المدنيين، وكانت عملية نقل زخم بشكل مباشر إلى مناطق آمنة كالسفار وأيضا جزيرة الخارجية. تحسين، تحرير الرمادي يفتح السؤال على مصراعيه، وكما قال القائد العسكري قبل قليل على شاشتنا انه يفتح الطريق نحو تحرير بقية المدن. هل اصبح من السهل بعد تحرير الرمادي تحرير الموصل وبقية المدن العراقية من قبضة تنظيم داعش الارهابي؟ نعم، من الطبيعي ان تقول القيادة العامة للقوات المسلحة وحتى وزير الدفاع وباقي القيادات بان الوجهة القادمة يجب ان تكون لباقي المدن وعلى رأسها الموصل، لكن وفق المعطيات الموجودة على الارض فان المدن المرشحة لعمليات التحرير هي الفلوجة لانها قريبة جدا من العاصمة بغداد، وايضا الشرقاط التي هي ايضا تقع ما بين صلاح الدين والموصل وقد تكون بوابة الدخول الى الموصل، فهذه المدن اكثر ترشيحا لعملية التحرير المقبلة للقوات الأمنية العراقية، فضلا عن وجود بعض الجيوب في بعض المناطق لكنها ليست أساسية كما ذكرنا، كما هو الحال بما يخص البلوجة، قضاء البلوجة وقضاء الشفاط. أشكرك شكرا جزيلا من بغداد مراسلنا تحسين طه. ولمتابعة أوفى ينضم إلينا من بغداد الدكتور سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة العراقية. دكتور سعد، بعد التحية، بداية، ما هي الأهمية الاستراتيجية لمدينة الرمادي، وهل بالفعل تم القضاء على كافة عناصر تنظيم داعش الإرهابي بالمدينة والقضاء على فلول هذا التنظيم بما يضمن عدم عودتهم من جديد للسيطرة على المدينة؟ مساء الخير لكم والمشاهدين الكرام. في الحقيقة النصر الذي تحقق كما وصفتموه هو نصر استراتيجي بمعنى الكلمة، على اعتبار أن مدينة الرماد هي مركز محافظة الأنبار وهي المحافظة الأكبر في العراق، وتحريرها سوف انطلاق في عمليات في وقت قريب بإذن الله لتحرير بقية أنحاء محافظة الأنبار التي ما تزال تحت سيطرة تنظيم داعش. وحقيقة هذا النصر تحقق وفق خطط عسكرية رصينة وبجهود قتالية وتضحيات بطولية منقطعة النظير قام بها أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجهات الساندة لها وبتنسيق عالي تحت إشراف القيادة العامة للقوات المسلحة، وحقيقة هذا النصر يؤشر بداية لتسريع وحط الخطى نحو عمليات قتالية لتحرير ما تبقى من مدن عراقية وفي مقدمتها مدينة أو محافظة نينوى أو مدينة الموصل مركز هذه المحافظة. اليوم العراقيون استطاعوا بوحدتهم الوطنية وتضافر جهودهم وتآزر جهودهم أن يعيدوا مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم داعش، وبهذا النصر الحقيقة يثبت الجيش العراقي والجهات الساندة له قدرة العراقيين على مقارعة الإرهاب وعلى انتزاع المدن التي سبق التنظيم أن سيطر عليها، وهم يرسلون رسالة للعالم أجمع أنهم يحاربون اليوم بالنيابة عن الجميع لدفع الخطر الإرهابي عن الجميع، وحقيقة يستطيعون أن يحققون الانتصارات ومن خلال التضحيات التي قدموها
وهذه رسالة للوحدة الوطنية، نصر لكل العراقيين ونصر أسمى به كل العراقيين. نعم دكتور سعد، الخطوة التالية ماذا بعد تحرير الرمادي، وما هي الإجراءات التي ستتخذ للحفاظ على هذا الانتصار الكبير؟ حقيقة هنالك خطط محكمة وضعت من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة بصدد مسك الأرض في هذه المدينة بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش من خلال أفواج شرطة محافظة الأنبار وطوعي الحشد الشعبي من أبناء المحافظة بالتنسيق مع بقية القوات الأمنية الموجودة في محيط المدينة وضمان تحقيق الاستقرار فيها وعودة النازحين إليها وعدم عودة تنظيم داعش بيحة من أحوال إلى داخل المدينة. هذا التزام وهذه خطط موضوعة في الحقيقة، وهنالك يعني تصور كامل لدى القيادة العامة للقوات المسلحة بصدد إنجاز هذا الهدف، وفي نفس الوقت بعد ذلك هنالك مساعي تقوم بها الحكومة لاستكمال الاستحضارات الخاصة بالانطلاق بعمليات في مدن أخرى مثل ما يمكن أن يحدث، وهذا بطبيعة حال متروك لتقدير القيادة العامة للقوات المسلحة والقيادات العسكرية المباشرة والمشرفة لها على الملف العسكري وسير العمليات. نعم من بغداد الدكتور سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة العراقية، شكرا جزيلا لك. دعا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري تركيا إلى التجاوب مع قرار جامعة الدول العربية والتصرف بعقلانية للانسحاب من العراق، وأكد وزير الخارجية العراقي أن حكومة بلاده ستسلك كل السبل لتحقيق هدفها وهو خروج القوات التركية من العراق، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لن يسمح بانتهاك سيادة الدول. وشدد الجعفري على أن سيادة العراق هي خط أحمر لا يمكن قبول المساس به من قبل تركيا. قتل أكثر من 30 شخصا وأصيب أكثر من 90 آخرين جراء تفجيرين وقع اليوم في حي الزهراء في مدينة حمص بوسط سوريا. وأشارت مصادر محلية أن المنطقة تعرضت لتفجيرين نجما عن سيارة ملغومة عقبها إقدام انتحاري على تفجير نفسه بحزام ناسف، ولم تعلن جهة مسؤوليتها عن الحادث. غادرت عدة حافلات تقل عدة مئات من المقاتلين والمدنيين منطقتين محاصرتين في سوريا اليوم في طريقها إلى معابر حدودية مع تركيا ولبنان. جاءت هذه الخطوة بموجب الاتفاق الموقع بين أطراف النزاع توسطت فيه الأمم المتحدة، وغادر 130 مقاتلا من المعارضة على الأقل معظمهم مصابون بلدة الزبدان الحدودية في طريقهم إلى الحدود اللبنانية، في نفس الوقت الذي توجه فيه نحو 350 مقاتلا ومدنيا من بلدتين شيعيتين مؤيدتين للحكومة محاصرتين في شمال غرب سوريا، وذلك صوب معبر حدودي مع تركيا في طريقهم إلى لبنان. في إطار اتفاق هدنة بين المعارضة المسلحة السورية وبين القوات الحكومية، انطلقت عملية إجلاء مسلحين ومدنيين بالتبادل بين الجانبين شمل منطقتي الزبداني ومضايا المحاصرتين من القوات الحكومية وحزب الله اللبناني في ريف دمشق، بالإضافة إلى منطقتي الفوعة وكفرية المحاصرتين من المعارضة السورية المسلحة. وقد عبرت سيارات الصليب الأحمر بإشراف من الأمم المتحدة نقطة المصنع الحدودية باتجاه الزبداني لإجراء الجرحى تمهيدا لمغادرتهم إلى تركيا عبر مطار بيروت الدولي. وبالمقابل ستتوجه حوالي 300 أسرة من بلدتي الفوع وكفرية الشيعتين بمحافظة إدلب والمحاصرتين من قبل المعارضة في قافلة برية إلى الحدود التركية ثم إلى بيروت جوا لتجنب المرور على عدة مناطق خاضعة لسيطرة عدة فصائل مسلحة. يذكر أن الأمم المتحدة وبعض الدول الغربية تسعى إلى التوسط في اتفاقات هدنة محدودة لوقف إطلاق النار ببعض المناطق السورية، بالإضافة إلى اتفاقات تتيح ممرات آمنة كخطوات نحو الهدف الأكبر وهو إنهاء الأزمة السورية التي قتل فيها نحو 250 ألف شخص في قرابة 5 سنوات من القتال. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من دمشق لقاء إشحادة مراسل النيل. لقاء، ما هي الأوضاع الميدانية في مدينة حمص بعد الانفجارات التي وقعت صباح اليوم؟
نعم علي، بعد تحياتي لك ولي المشاهدين حول أشكرك. تفجير مدينة حمص الذي وقع في حي الزهراء في المدينة نتيجة انفجار سيارة مفخخة تلاها على الفور انفجار شخص بعبوة ناسفة. حتى اللحظة الضحايا وكما وردنا من مصادر طبية في المدينة منذ قليل أن عدد القتلى هم حوالي 34 قتيلا وحوالي 90 جريحا في المشافي، يعالجون منهم من هو بحالة خطرة جدا، ولذلك فإن هذا عدد القتلى مرشح للزيادة في الساعات القادمة. طبعا نتمنى نحن السلامة لكل جريح ومصاب على الأرض السورية. هذا بخصوص تفجير التفجير الانتحاري الذي وقع مع السيارة المفخخة في بلدة الزهراء في حمص. أما بخصوص الاتفاق الزبداني الفوعة، فقد دخلت الحافلات التي تقل المسلحي الزبداني دخلت الأراضي اللبنانية واستلمها الصليب الأحمر اللبناني من الهلال الأحمر وكذلك القوات الأمنية من القوات الأمنية السورية، وهم بطريقهم الآن باتجاه مطار بيروت الدولي ليتم نقلهم إلى مطار إلى الأراضي التركية. وكذلك يقال أن يعني ربما اللحظات القادمة سوف تشهد عملية النقل أبناء بلدتي الفوعة وكفرية عبر معبر باب الهوى الشمالي الحدودي بين تركيا وسوريا إلى أقرب المطارات التركية، ليتم أيضا نقلهم إلى بيروت ومنها إلى الأراضي السورية. طبعا هذه العملية تتم برعاية الأمم المتحدة وبعض الوساطات المحلية في كلا المنطقتين. طيب لقاء في ضوء الأوضاع على الأرض والمعطيات الموجودة على الأرض وهذه الصفقة للتبادل ونحن مقبلون على عام جديد، هل السوريون خاصة في دمشق والمدن المحيطة أصبحوا الآن على قناعة إنه العام الجديد سيشهد حلا للأزمة السورية ونهاية لهذه المأساة، أم أنه كيف يرون الوضع على الأرض وفي ضوء الاتفاقات التي تمت هذه الأيام؟ نعم نعم علي، السوريون كل السوريين على صعيد التمنيات هم في حالة سوق وتمني شديد للانتهاء من هذه الأزمة بأي طرق، ويحبذ أيضا نهايتها بطرق سلمية وعبر المصالحات، وهذه المصالحات التي تشهدها مدينة دمشق وأطراف المدينة والمدن الهامة في سوريا يعني تنال كل الرضا والإعجاب والاستحسان من قبل السوريين، خاصة مثلا اليوم باتفاق كفرية الفوعة الزبداني، يعني أضحى أبناء دمشق تحديدا في حالة أمان، وخاصة الأمن الأمني، سيما وأن معظم مياه دمشق تأتي من نبعي الفيجة وبسن، وهما النبعان اللذان يوردان الماء لمدينة دمشق، وبالتالي عمليات انقطاع المياه عن أبناء مدينة دمشق كما حصل في الأشهر الماضية وانقطاع الماء لمدة كانت تحصل يومان أو ثلاثة أو أربعة أيام، أضحى أبناء مدينة دمشق يعني في حالة حل منها وعدم خوف منها. لذلك هذه المصالحات يعني ربما تعطي بعض الأمل لأبناء المدينة ولكل السوريين عموما بأن نعم نعم العام القادم سوف يكون عام نعم أفضل. لو تسمح لي هناك خبران أيضا هامان لو تسمح لي بإرادهما عليك علي، الأول هو أن تسعى من صديقي كاتيوشا وقذائف الهاون منذ دقائق تمطر على أحياء في مدينة حلب وتودي حتى اللحظة بعشرة قتلى من المدنيين وحوالي 25 جريحا منهم المصف بحالة خطرة كما وردنا من السلطات المسؤولة في مدينة حلب. هذا الخبر الأول. أما الخبر الثاني فعملية عسكرية مباغتة للجيش السوري في المنطقة الجنوبية وتحديدا في بلدة الشيخ مسكين شمال مدينة استعاد خلالها الجيش السوري سيطرتها على كتيبة الدبابات وعلى هامة من اللواء 82 وهما الموقعان العسكريان اللذان كانت المجموعات المسلحة قد سيطرت عليهما في وقت سابق من هذه السنة. هذه هي أهم الأخبار والتطورات على أي حال اللقاء يعني نتمنى في العام الجديد اللي بتفصلنا عنه أيام قليلة أن تنقل لنا أخبار السلام وليس الحرب في سوريا إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطيات من دمشق، لقاء شحادة مراسل النيل.
وإلى الشأن اليمني، حيث أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل طفلين وإصابة 4 أشخاص آخرين جراء سقوط قذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيات الحوثي وصالح على الأحياء السكنية في الوازعية بغرب تعز. كما أسفر قصف الحوثيين لمدينة التربة ومديرياتها بتعز عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 20. وكان رئيس المجلس العسكري بمدينة تعز قد أعلن أن القوات الموجودة بقاعدة العند الجوية بمحافظة لحج الجنوبية ستزحف على تعز لكسر الحصار المفروض عليها وتحريرها. دعا الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إلى حوار مباشر مع السعودية، وقال صالح إن حزبه والحوثيين لن يشاركوا في محادثات السلام المقبلة مع الحكومة اليمنية، واشترط للمشاركة في هذه المحادثات وقف ما أسمى بالحرب على اليمن. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من عدن مراسل النيل عبد الخالق الحود. عبد الخالق، ماذا عن الأوضاع الميدانية لديك؟ نعم، استمر التصدي القوات الشرعية المسنودة لقوات التحالف العربي على عدة جبهات في جنوب نعتذر لرداءة الصوت من المصدر. أشكرك مراسل النيل عبد الخالق الحوت. أكد وزير خارجية ليبيا محمد الدايري أن بلاده ليست في حاجة إلى تدخل أجنبي لمساعدتها على مواجهة التهديدات الأمنية التي من بينها الإرهاب. وأضاف الدايري في تصريحات له أن ليبيا ستطالب برفع القيود المفروضة على حصول الجيش الليبي على الأسلحة الملائمة. وأشار الدايري إلى وجود عناصر أمريكية غربي البلاد لتدريب قوات ليبية. بانوراما النيل لا تزال مستمرة مع حضراتكم، وفيها بعد قليل: جماعات كردية تدعو لحكم ذاتي لأقاليم في جنوب شرقي تركيا. انتهاء الجلسة الأولى في اليوم الثاني من المحادثات السداسية في الخرطوم بشأن سد النهضة الإثيوبي. شريف إسماعيل يوجه بتشكيل مجموعة عمل وزارية لتطوير ووضع برامج سياحية متكاملة. نعم، لقد تحررت مدينة الرمادي. الجيش العراقي يعلن تحرير مدينة الرمادي بالكامل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. مقتل 32 شخصا وإصابة العشرات في تفجيرين بحمص وسط سوريا، وإتمام عملية إجلاء متبادل بين حكومة دمشق والمعارضة. مشاهدينا الكرام، هذه المشاهد
تأتي مباشرة من جانب الحدود اللبنانية السورية طبقا لما أفاد الأخبار منذ الصباح بتوقيع اتفاق الزبداني، والذي بمقتضاه تم نقل مجموعة من المقاتلين والمدنيين الجرحى بموجب هذا الاتفاق برعاية الأمم المتحدة. بالقطع ينتظر مسؤولون وجمهور كثير على الحدود كما تشاهدون في الصورة وصول المدنيين ووصول الجرحى، ويأمل الجميع في هذه الأيام مع نهاية هذا العام 2015 أن تسود الاتفاقات ولغة المصالحات في سوريا وتنتهي هذه المأساة والحرب السورية. وإن كانت حتى اللحظات الأخيرة من هذا العام وكما أعلن مراسلنا منذ قليل وقوع بعض العمليات التي قتل فيها 10 مدنيين مؤخرا في حادث منذ قليل، بكل تأكيد لغة الاتفاقات ولغة السلام تحظى باهتمام كبير، والأمم المتحدة تسعى أيضا من جانبها من أجل إنهاء هذه المعاناة السورية ومن أجل حقن الدماء هناك وعودة اللاجئين إلى وطنهم الحبيب سوريا بعد مقتل نحو 250 ألف شخص طوال 5 سنوات من الأزمة السورية، ولجوء عدد كبير من اللاجئين إلى دول عربية ودول أوروبية في مأساة كبيرة تابعها العالم في السنوات الأخيرة. ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز أخبار المال والأعمال. الزميل محمد شعبان يقرأ النشرة الاقتصادية، إليك محمد. شكرا دكتور علي وغادة. مشاهدينا الكرام، هذه وقفتنا الاقتصادية، وفيها بعد الفاصل: السعودية تعلن ميزانية عام 2016 بعجز متوقع يبلغ 87 مليار دولار مع سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة انخفاض أسعار النفط. إلى التفاصيل. توقعت المملكة العربية السعودية تسجيل عجز قدره 87 مليار دولار في موازنة عام 2016، وأوضح بيان الإعلان عن الميزانية الجديدة أن الإنفاق في 2016 يبلغ 840 مليار ريال سعودية، أي ما يوازي 224 مليار دولار مقابل إيرادات تبلغ 513 مليار ريال، وبذلك تكون المملكة قد حافظت على مستوى مرتفع من الإنفاق برغم انخفاض أسعار النفط. كما أعلنت السعودية خططا لتقليص عجز قياسي في الميزانية الحكومية من خلال تخفيضات في الإنفاق والسعي لزيادة الإيرادات من مصادر أخرى غير النفط. من جانبه، أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن الإعلان عن الموازنة يأتي في وقت صعب تمر به المنطقة والعالم، خاصة في ظل انخفاض أسعار البترول. بعون الله تعالى وتوفيقه نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية عام 1437 عام 1438 هجرية، والتي تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة وغياب الاستقرار في بعض الدول المجاورة. وقد وجهنا المسؤولين بأخذ ذلك في الاعتبار وأن تعطى الأولية لاستكمال تنفيذ. We'll be right back.
عقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤتمرا للإعلان عن نتائج المسح الشامل لخصائص الريف المصري لعام 2015 برعاية وزارة التخطيط والتعاون مع بنك التنمية الإفريقية. المسح أوضح كافة الخصائص بكل قرية، ومنها خدمة التعليم والصحة وأنشطة القرى زراعيا وصناعيا وحرفيا، وارتباط القرى بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وحالات هذه الخدمات بها، سواء من حالة انقطاع الكهرباء وحالة الطرق والمباني. عقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤتمرا للإعلان عن نتائج المسح الشامل لخصائص الريف المصري 2015 بحضور وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين والخبراء. عندنا آلاف من القرى، عندنا آلاف من المشروعات اللي اتعملت، إمكانيات العالم كله وليست إمكانيات مصر بس كلها لا تستطيع أن هي توفي جميع طلبات الأماكن الموجودة والطلبات الموجودة على أرض البلد يعني. وبالتالي هذه الإحصائيات بتبين إيه هو المطلوب، بتبين إيه الأولويات، وبيتم توزيع الإمكانيات على الطلبات أو على الاحتياجات طبقا للأولويات. المسح قام برصد حالة البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية ومدى توفر كافة الخدمات في جميع محافظات الجمهورية وتحديدا في المناطق الريفية. تم العمل الميداني من شهر ابريل لشهر يوليو، واحنا النهارده سعداء بان احنا بنقول النتائج اللي هي كانت في اربع اقسام. القسم الاولاني احوال القرية بشكل عام، القرية دي مبانيها شكلها ايه، مصنوعة من ايه، فيها طريق رئيسي شكله ايه، فيها انشطة رئيسية ايه، التربة بتاعت الاراضي الزراعية ايه الانشطة اللي بتمارسها القرية. فدي شوية بيانات عامة. ثم رحنا على البنية التحتية، ايه البنية التحتية اللي موجودة في القرية من كهرباء ومية وغاز وصرف صحي. توفر المسوح والإحصاءات البيانات اللازمة لمتخذ القرار بوضعها أمام الجهات المحلية والدولية كخطوة في طريق تحقيق التنمية المستدامة. من مقر انعقاد المؤتمر، علاء منتصر، النيل. أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجعات طفيفة مدفوعة بعملية بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، تأثرا بهبوط أسواق الخليج على خلفية عودة أسعار النفط للتراجع. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 200 مليون جنيه ليبلغ مستوى 424 مليار ونصف المليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 462 مليون و580 ألف جنيه. إلى هنا تنتهي هذه الوقفة الاقتصادية، وعودة إلى الدكتور علي وغادة لاستكمال نشرتنا الإخبارية. شكرا لك زميل محمد شعبان، شكرا جزيلا. دعت جماعات كردية لإقامة حكم ذاتي في عدة أقاليم جنوب شرقي تركيا. وخلال مؤتمر ذي صلة بهذا الأمر، أكدت هذه الجماعات تعرض الأكراد لحرب إبادة من جانب الحكومة التركية، وطالبوا بسرعة إقامة الحكم الذاتي في هذه المناطق لحماية حقوق الأكراد. لقي أكثر من 40 شخصا مصرعهم نتيجة الفيضانات والأعاصير التي تجتاح الولايات المتحدة حاليا. وأشارت مصادر محلية إلى أن سوء الأحوال الجوية دفع كل من حاكمي ولايتي ميزوري ونيو مكسيكو لإعلان حالة الطوارئ في ولايته. وتأتي هذه العواصف عقب أعاصير وقعت قبل يومين من عيد الميلاد وقتلت ما لا يقل عن 18 شخصا، منهم 10 في ميسيسيبي. بانوراما نيل المتواصلة معكم، وفيها بعد الوقفة الرياضية. جامعة عين شمس تنظم لقاء حول مخاطر الإرهاب والتطرف بحضور الفتاة الأيزيدية نادية مراد. فتاة إقليم كردستان العراق الأيزيدية نادية مراد عن سعادتها بوجودها في مصر، وأوضحت أن زيارتها للقاهرة جاءت لتوضيح ما يتعرض له الشعب الأيزيدي من أعمال عنف على يد تنظيم داعش. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته المواطنة الأزيدية بجامعة عين شمس بحضور وزير التعليم العالي.
جاءت إلى الشعب المصري لتشتكي له موقف العالم العربي والإسلامي الذي التزم الصمت حيال ما حدث للأيزيديين من إبادة على يد تنظيم يزعم انتسابه للإسلام. إنها نادية مراد، فتاة أيزيدية تعرضت لاختطاف ضمن مئات النساء والأطفال من سنجار بالعراق في 2014. أخذونا على قرب الموسم الحي الوحيد، كنت مع شخص واحد وقتنا، ضليت عنده يومين، بعدين طلع حتى يجيب بالغار انه البس واشمكت، لان كان راح يجون غير اشخاص من سوريا يشتروني. عندما طلع بليل تاخر اكثر من نصف ساعه، انا طلعت من المغرب ما كنت اعرف راح اخلص، لكن تمنيت انه اطلع بركي اذا هاي مره بعتبر ان وجود نادية مراد في جامعة عين شمس هي رسالة علشان الطلبة، مش بس في جامعة عين شمس، في كل جامعات مصر من خلال الإعلام يشوفوا الحقيقة، يعوا ان هم مستهدفين من خلال كلام بيحمل شعار يقبلوه ومضمون لا يقبله أي إنسان. اختارت نادية أن تبدأ رسالتها للعالم من مصر لأنها تمثل قلب العالم العربي وبلد الحضارة الإنسانية، وتقف في طليعة مواجهة الفكر الإرهابي. مصر تتحمل قدرها، مصر دايما بتقود الوطن العربي، مصر منارة الفكر والاستنارة، مصر الأزهر الشريف، مصر التي قابلها واحتضنها في 48 ساعة كابنته معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده قدرها أن تكون دائما بدايات للحركات العالمية كلها من عندنا احنا. أكدت نادية أن ذلك التنظيم يسيء بشدة للإسلام، لذا لابد من المسلمين مواجهته بالفكر والرفض والتنصل منه، وأنها لن تنسى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ووقفة الشعب المصري بجانب الشعب الأيزيدي. منذر أبودوح، النيل. نهاية بانوراما النيل، وإليكم تذكرة بأهم العناوين. انتهاء الجلسة الأولى في اليوم الثاني من المحادثات السداسية في الخرطوم بشأن سد النهضة الإثيوبي. شريف إسماعيل يوجه بتشكيل مجموعة عمل وزارية لتطوير ووضع برامج سياحية متكاملة. لقد تحررت مدينة الرمادي. الجيش العراقي يعلن تحرير مدينة الرمادي بالكامل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. مقتل 32 شخصا وإصابة العشرات في تفجيرين بحمص وسط سوريا، وإتمام عملية إجلاء متبادل بين حكومة دمشق والمعارضة. نهاية بانوراما النيل. شكرا لحضراتكم، وإلى اللقاء في تغطيات قادمة.